أهلا وسهلا فيكم بالحلقة الخامسة من جلسة مع الكتلة يلي رح تتناول اليوم موضوع الانتخابات النيابية المقبلة بكل تفاصيلها، على أمل أنه نلتقي فيكم وجه بوجه ببيت الكتلة الوطنية أو بالمناطقكم. رح تكون جلستنا عبر زوم للأسباب اللي كلنا بنعرفها، كورونا وأزمة البنزين. خلال الحلقة رح ترفقني زميلتي ريم دقيقة اللي رح تكون عم تبعت كذا رابط عبر الشات للاطلاع على كل ما يتعلق بالكتلة الوطنية. اللي عنده أي تعليق أو سؤال منتمنى أنه يترك لنا إياه عبر الشات أو يرفع اليد للمطالبة بالكلام. 8 شهور بتفصلنا عن الانتخابات النيابية المقبلة، يا من عيد انتخاب السلطة الموجودة اللي أفلستنا من وراء ممارساتها الفاسدة، يا إما منكون شركة باستعادة القرار ومنكون ممثلين بأشخاص تشبهنا كشباب لبناني، وسوا منكون عم نبني لبنان من الأول وجديد. تنغوص أكثر بالانتخابات النيابية، المواقف، الاستفافات، القانون وغيره، اسمحوا لي رحب بمدير الإدارة الميدانية والانتخابية بالكتلة الوطنية أنطوان مخيبر. بونسوار توني. بونسوار جميعا. توني، رح نبدأ بالسؤال الأول. في سؤال دايما بيطرح نفسه بأكثر من جلسة، شو موقف الكتلة الوطنية من الانتخابات النيابية، القانون الحالي، وهل هناك من قانون بديل بنظر الكتلة الوطنية؟ هو 3 أسئلة يعني سؤال واحد، رح بلش جاوب عليهم. أول شيء، موقف الكتلة من الانتخابات واضح. خلينا نكون دقيقين أو أكثر، نعمل شرح للواقع. عملياً في 3 تغييرات بتصيروا على مستوى البلدين، 3 أنواع تغييرات، أو بيكون في انقلاب عسكري، أو بيكون في ثورة دموية، أو بيكون في تغيير على ضمن الأطر الدستورية. الواضح بلبنان أول 2 ما بيزبطوا، يعني عندنا الانقلاب، يعني فرج التاريخ بلبنان ما بيقدر يكون في انقلاب، والثورة الدموية بعتقد انه ما بتتحول، ما قدرت تحولت هذه الثورة الى ثورة دموية. فمن هيك فما بقى في حل قدامنا الا الخيار ضمن الاطر الدستورية يلي هي عمليا الانتخابات البرلمانية النيابية. فالأكيد الكتلة مش بس هي عم بتكون حاضرة أو مستعدة أو عم بتواجه تكون الانتخابات بموعدها، عندها معركة تعتبرها أساسية خلال هالفترة لتكون الانتخابات ما يتغير الوقت يلي محددين لها من قبل وزارة الداخلية. بموضوع السؤال الثاني يلي بيتعلق بموضوع قانون الانتخاب، بعتقد ما هيك؟ اوكي، بالنسبه لقانون الانتخاب، هلا ما في قانون بالعالم هو ما في شوائب، بالمبدا كل قوانين العالم يضل يتلاقى شوائب، بس اكيد اذا عدد شوائب كبير بعتقد بيصير مؤثر شوي على العمليه الانتخابيه. القانون في عدد من الشوائب عالي نسبيا، خلينا نكون كمان اذا بدكم نعطيه حق ببعض الاشياء، في بعض الاشياء يلي هن ايجابيين او نقاط ايجابيه بهذا القانون، وهلا رح نحكي عنهم. اول شيء بالنسبه للسلبيات، واضح انه التقسيم الطائفي للدوائر بمرحله بشكل اولي مؤثر على نتائج الانتخابات بهذا القانون رغم وجود النسبيه فيه. وكمان توزيع الدوائر وعدد المقاعد بالدوائر وتوزيع الطائفي بيأثر سلبا على نتائج الانتخابات. نقطة تانية أساسية هو السقف العالي للصرف الانتخابي، وهذا السقف يلي القانون سامح فيه 1، و2 في عدم مراقبة جدية لأن عم يتخطوا بأغلب الأوقات هيدا السقف بشكل كبير.
النقطة الثالثة وكمان أساسية هي موضوع عمليا ما في كوتا نسائية تقدر تحمي المرأة للمشاركة بالحياة السياسية، وهذا الشيء مؤثر لأنه عمليا إذا بنيجي بنراقب أغلب لوائح الأحزاب وأحزاب المنظومة بشكل أساسي رشحت سيدات على لوائحها، بس الأكثر كان هؤلاء السيدات أكثر للشكل مش لا يكونوا نواب. فإذا بتلاحظوا في عنا 6 سيدات بالمجلس من أصل 128، وهذا الشيء كمان مضحك شوي لأنه كثير من الأحزاب يطالبوا بحقوق المرأة أو بدور المرأة بالعمل السياسي بينما بيرشحوها على لوائح وما بيعطوها الأصوات يلي بيخولها أنه تربح. هو بشكل أساسي نقاط مؤثرة. بعد آخر نقطة رح أحكي عنها قصة الصوت التفضيلي على الدائرة الصغرى مش على الدائرة الكبرى، يعني يلي هو مرشح بالدائرة الصغرى بياخد بس صوت تفضيلي بالدائرة الصغرى تبعه، ما في ياخد إذا عنده متابعين أو أشخاص بيعجبهم برنامج هيدا المرشح من الدائرة الكبرى ما بيقدر يصوته كمان. هيدي واحدة من الأشياء يلي هي سلبية. هلا يلي الأشياء الإيجابية بهيدا المشروع أو القانون، موضوع أساسي هو النسبية يلي مش موجودة كانت بقوانيننا اللبنانية. الورقة المطبوعة مسبقاً بعتقد إنه شغلة منيحة، بتخفف شوي من قصة الإخلال بعملية. أنت الحلوة، أنت القمر، أنت الدنيا كلها. بتخفف شوي من عملية التزعبر إذا بدنا نقول أو الغش بالانتخابات. وثالث نقطة هو عملية إشراك المنتشرين بالانتخابات، هذه شغلة بعتقد إنه جيدة ونقطة إيجابية بهيدا الآن. طيب توني عنا سؤال تاني يلي هو شو رح يكون وضع الحكومة الحالية بإجراء الانتخابات النيابية المقبلة؟ هل فينا نعتبر أنه هيدا الحكومة رح تكون حكومة انتخابات؟ هل يعني خاصة أن نحن مثل ما بقول له عنا يعني عنا شك بهيدا الحكومة لأنها جاية من نفس المنظومة وهي ركبتها، فكيف رح شو رأي؟ خلينا نكون واضحين. أول شيء قدام هذه الحكومة بعتقد ملفات كبيرة وأساسية، كان على المستوى المعيشي الاقتصادي المالي السياسي وملف الانتخابات النيابية. وبعتقد إنه يعني هيك بنحتله الجد تمشي واي فاي. إيه بس انتبه يكون حط ميوت هلا. في ملفات أساسية قدام هذه الحكومة، من ملف المعيشة اليومي إلى الملف المالي إلى الملف الاقتصادي والتفاوض مع البنك الدولي إلى موضوع الانتخابات النيابية. طبعاً مفروض تكون الانتخابات النيابية واحدة من الملفات الأساسية اللي مفروض اتبعها هذه الحكومة. هلأ نحن شو رأينا؟ طبعاً ما بعتقد أنه على مستوى المعارضة بلبنان بترتاح لوجود الرئيس ميقات يلي عمل 2005 انتخابات 2005، ونحن بنعرف شو صار انتخابات 2005 وكيف اندارت. الخوف الكبير أنه اليوم بوجود هذه السلطة اليوم يلي بالحد الأدنى عم تحاول ترجع تكون موجودة مع بعضها رغم كل التناقضات يلي راكبة داخل هذه الحكومة، بس بهدف أنه إنشاح المعركة الانتخابية لصالحها بال 2022. طبعاً هذه الأمور رح تتابع بشكل أساسي، خاصة موضوع مراقبة الانتخابات على المستوى الداخلي والخارجي.
قبل ما بدي اترك المجال اذا في حدا حابب يعلق او يسال اي سؤال ففيكم تبعثوا لنا اياه، برجع بذكركم عبر الشات او ترفعوا اليد للمطالبه بالكلام. طيب رح كفي لكن انا بالاسئله. معروف انه الكتله هي دائما الجامعه بالطروحات وبالافكار. كيف عم بيصير التواصل مع مجموعات الثورة والأحزاب المعارضة، وكيف رح نقدر تقدر الكتلة إنه تجمعهم كلهم على رأي واحد لأجل تضامن سوا لأجل الفوز بالانتخابات النيابية؟ بعتقد عم تعطي للكتلة مهمة صعبة شوي عملية هيدا الجمع، بس بعتقد إنه الكتلة عم تلعب دور، عم تلعب دور كبير، وهيدا الدور ظهر بانتخابات نقابة المهندسين. طبعا رح يتكمل على مستوى الانتخابات النيابية. خلينا نكون واضحين، طبعا على مستوى المعارضة أو الحالة التغييرية في تناقضات واضحة، لأنه بعد 40 سنة من غياب المعارضة الفعلية للنظام أو المنظومة الموجودة، بعتقد عملية تشكيل معارضة موحدة ومنظمة ما بعتقد أنه بتقدر تنعمل خلال أشهر معدودة، بدها وقت أكثر. بس أكيد في جهد كبير، لأنه في مسؤولية كبيرة، مسؤولية على الكل. أول شيء مسؤولية على مسؤولية بتخص مستقبل لبنان واحد، ووضع الداخل اللبناني على المستوى المعيشي كمان، والانهيار اللي حاصل في مسؤولية على الناس خاصة المعارضين، ومسؤولية سياسية بعد. وهيدا الشيء اليوم الناس بدها تحملنا المسؤولية بوقت لاخر، لأن يلي نزلوا ب 17 تشرين وما بعد 17 تشرين لا آخر تحرك ب 4 آب 2021، محملتنا مسؤولية كمعارضين لتنظيم صفوفنا ومواجهة هذه المنظومة يلي أوصلت الوضع اللبناني إلى الوضع يلي نحن فيه. فعم ينشغل طبعا على مستوى كل المجموعات اللبنانية المعارضة. الهدف منا بشكل أساسي هو جمع أكبر عدد ممكن من هذه المجموعات ضمن تحالف واحد لخوض الانتخابات النيابية. كيف عم تصير؟ طبعا في لقاءات عم تصير على المستوى ثنائي أو أكثر من ثنائي، وهيدا الهدف منه أكثر هو تقريب وجهات نظر والعمل على النقاط المشتركة بين كافة المجموعات. أنتم بتعرفوا أنه انطلق ب 13 نيسان ما سمي بنداء 13 نيسان، يلي بشكل أساسي كانت الكتلة بالإضافة إلى بيروت مدينتي والتحالف الوطني وباقي المجموعات موجودين على يمين هيدا النداء. في شيء مجموعات مع حزب الكتائب اللبنانية، وعلى على يسار هذه ال 13 نيسان في مجموعات أخرى من مواطنون مواطنات من الحزب الشيوعي التنظيم الشعبي. فطبعا خلينا نكون واضحين انه المجموعات الموجوده هن عمليا 13 نيسان هو بشكل اكثر الوسطي داخل هذه المجموعات، على يمينه او على يساره المجموعات اليمينيه واليساريه. عمليه جمعهم عمليه شوي بدها جهد كبير وبدها اكثر مسابرة لنقدر نوصل لهذا الشيء. طبعا هي واحدة من أولوياتنا لنخلق مشهد واحد للانتخابات النيابية بال2022.
وهذا الشيء اللي حصل وهذا الشيء اللي حصل من نقابة المهندسين. بليز فيرونيك فيكي تطلبي بس يكونوا ميوت لأن تم يصير في تشويش تعمل معروف. أنا بتعلم. نعم بسمعك. مش الحال طلبت أنت. أوكي. فعمليا هذا الشغل عم بيصير على مستوى المعارضة بشكل أساسي. بعتقد وهذه رسالة رح تكون لكل الناس. هذه المرحلة أو هذا المومنت إذا نحن هالمرة ما استفدنا منه بعتقد رح نرجع نروح على منظومة لـ30 أو 40 سنة متجددة عن المنظومة السابقة أو الموجودة حاليا. أوكي توني، في عنا سؤال من عمر صغير عم يسأل، وانت حكيت عن التقارب مع الكتائب اللبنانية. عم يسأل عمر ككتلة وطنية بخصوص دائرة كسروان جبال، مين رح يكون حليفكم؟ وفي كلام انكم رح تكونوا مع الكتائب يلي كلنا بنعرف انه بالسلطة من سنة 75، حتى لو بآخر كم سنة ظهروا من السلطة وجربوا يكونوا معارضة، ومنعرف التاريخ بين الكتلة والكتائب، هل هناك من تقارب؟ سؤال آخر، هل هناك من تقارب مع الخط التاريخي؟ أوكي. مرحبا أستاذ عمر. فالأول شيء بالنسبة لجبال كسروان أو التحالف مع الكتائب، خلينا نقول إنه هي المشروع الهدف منه أكثر مش دائرة معينة يصير فيه تحالف. الهدف خلق مشهد واسع للمعارضة بتحالف كبير، كان جبال كسروان أو غير جبال كسروان. هلأ العلاقة التاريخية بين الكتائب والكتلة، بعتقد أنه الكتلة الوطنية خطت هذا الموضوع من قبل، من اليوم مش من اليوم، بعتقد تلاقوا بأكثر من لقاء موسع، من لقاء قرن الشهوين 14 أدار لغيره. بعتقد موضوع الكتلة والكتائب على المستوى التاريخي بعتقد الموضوع انحل. هلأ الكتائب شاركت، طبعاً الكتائب شاركت بالسلطة بالقبل، وطبعاً كان عندها وجودها أو عندها بعض الانتقادات على أداء داخل السلطة. اليوم أخذوا قرار الكتائب بانتقالهم للمواجهة المنظومة، لأن اعتبروا أنه هذه المنظومة ويمكن وجودهم داخل هالمنظومة انخطأ بركي بمطرح ما. فمن هيك أكيد نحن بدنا نخلق تعاون بين كل المجموعات بهدف أنه، لأنه في هدف أساسي بالنسبة لنا نحن نعتبر أنه هالمنظومة الستة يلي مكونة من الست روس الموجودين داخل الحكم، هودي هن الأخطر على لبنان وأخطر على استمرارهم في الحكم. فالتعاون مع الباقيين بهدف إزاحة هذه المنظومة صار واجب علينا. أعمله معروف، بدي أطلب من الكل يكون ميوت. رامي هلال عندك سؤال، تفضل خذ الكلام. شكرا، مساء الخير وشكرا على الويبينار. استاذ توني، بس أنا حابب يعني بلش من محل ما خلصت حضرتك، واللي حكيت مدام فيرونيك إنه الانتخابات هي مرحلة كتير مفصلية. ما بدنا ننسى إنه عم نتعاطى مع سلطة امتهنت لـ30 و40 سنة تعمل تفرقة وتشتغل على الخطاب الطائفي، وخاصة بالانتخابات تعرف إذا بدك كيف تقوي عصب الناس. بس أنا اللي بدي أسأله، بغض النظر عن المطالب الاقتصادية والاجتماعية اللي هي ما حدا بيشارع عليها ومحقة 100%، اللي شغل لي بالي هو اللي عم نشوفه حاليا من إذا بدك إعادة تسليم البلد لنظام الأمني والنظام السوري اللي كان موجود على مدى 30 سنة، واللي
تجلى بالزيارة اللي عملها الوفد الوزاري، واللي جل يعني هذه الزيارة هي 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 نقطة واحدة، نقطة بمرحلة إذا بدك، بس كمان يعني الأجندة السياسية اللي عم بتكون مع سوريا ما بفتكر نحكى بموضوع النازحين، ما بفتكر نحكى بترسيم الحدود، ما بفتكر نحكى بموضوع المخفيين أو المعتقلين بسوريا. فما بعرف رأي الكتلة أو العنوان السياسي، بغض النظر عن العنوان الاقتصادي اللي أكيد ما حدا بيشارع فيه وما حدا مش شاعر بخطورته، بس ما بعرف وين إذا بدك الخط السياسي أو الموقف السياسي اللي على أساسه المعارضة والكتلة اللي افترضنا هي فارت من هالمعارضة بدها تدخل الانتخابات على أساسه. شكرا. اوكي ثانك يو. بعتقد انه موقف الكتله بموضوع السياده باي موضوع كان شرقا او جنوبا بعتقد واضح بقصه موضوع السياده. حكينا كثير عن الانتهاكات اللي كانت عم تصير على كافه الصعود، من بيناتهم موضوع اللي صار والموضوع الزيارات لسوريا. هلا بعتقد انه وجود لبنان بحكم وجوده مفروض يكون عم يتعاطى مع اي دولة تانية بس ضمن سيادته. هيدا الشيء واضح بالنسبة لنا ككتلة وطنية، وما في داعي يعني نرفض اي شيء بيتعلق مباشرة او بمس بالسيادة كان بموضوع مع سوريا او مع اي دولة تانية. فواضح موقفنا، ما في داعي انه نرجع انه كل مره نعمل هيدا المزايدات. الواضح انه بعتقد انه نحن مش بس النظام السوري عم يرجع يكون موجود، انا برايي انه ما بقى فيها تكون سوريا تلعب دور يلي لعبته بالسابق، هيدا الهيمنه المباشره على لبنان بشكل عسكري كان أو غير عسكري. اليوم ظروف المنطقة وظروف سوريا والوضع السوري بعتقد ما بقى يعطيها هيدا الدور. المشكلة الأساسية هي بتتعلق بالمسؤولين اللبنانيين والسلطة اللبنانية. إذا ضل السلطة اللبنانية تعاطوا مع الدول الخارجية كحدا راعي لهم مش كدولة من الند للند، هيدي هي المشكلة الأساسية وهيدي اللي نحن رافضينا ككتلة وطنية. المشكلة الأساسية بوجود هيك نوع من السلطة يلي بدها تعاطى على طول مع الدول كراعي لهم مش كدولة من دولة لدولة. هيدي المشكلة، وطبعا موقف واضح بالنسبة لها. مرسي توني. دانيال فهد، حضرتك رفع ايدك طالب الكلام، تفضل. بونسوار. بونسوار فيرونيك، بونسوار الاستاذ توني، يعطيكم الف عافيه. انا بس بدي اسال السؤال اللي كان ساله عمر بس ما جاوب عليه، يمكن ما انتبه الاستاذ توني، عن الخط التاريخي تبع يعني نعيم معون. اخر فتره كثير عم بيطلعوا يحكوا انهم صاروا مع الثوره ومع المعارضه وعم بيجربوا يتحالفوا، هل هن عم بيحاولوا يفوتوا مع مثلا نداء 13 نيسان وعم بيتقربوا منكم، ولا اسيهم محل تاني بدهم ينزلوا وحدهم بس انه بطريقه انه بدهم يحاربوا التيار الوطني الحر؟ ثانك يو لكم. ثانك يو دانيال. بس رح يجاوب بالمبدا، انا حكيت بالعام انه هيدا عمليا الهدف الاساسي هو خلق صوره ومشهد موحد لكافه المعارضين لهذه المنظومه، من بيناتهم طبعا الخط التاريخي. فخلينا نكون واضحين انه هيدا المشهد مش لازم يستثني اي حدا مستعد انه يعمل مواجهه مع هيدي المنظومه. بدي اعزفكم، مش حاطه ميوت، بدنا نحط ميوت، اعمله معروف. في سؤال توني لك واصل من إلي شماس، برايك تقريبا كم مقعد المعارضه فيها تجيب الانتخابات، وهل هل هيدا العدد رح يكون كافي ليعمل اي تغيير بالمستقبل؟ اوكي. هلا مش نفوت كثير بالارقام قدام متوقعين. اول شغله انه
لعدة أسباب. أول سبب رئيسي إنه اليوم واضح إنه في موجة تغييرية عند الجمهور اللبناني. هذه الموجة ما بتتحول بصناديق الاقتراع إلى ناخبين إلا بشروط معينة. هذه شروط تتأمن، واحدة منها بتأثر فيها هو المشهد الموحد للمعارضة، واحد. اثنين، حملة منظمة وذكية داخل لبنان وحملة منظمة وذكية مع المنتشرين خارج لبنان لدعوتهم للمشاركة بالانتخاب. وطبعا احكي برقم معين نحن عم نشتغل عليه. الفكرة الأساسية، نحن في حال أدخلنا روح التغيير إلى مجلس النواب بعشرة أو بخمستاشر أو بثلاثين أو بخمسين نائب، هودي رح يكونوا إذا بدكم عاملين حالة تغييرية داخل المجلس، رغم أنه المجلس بأكتريته رح يكون حالة غير تغييرية، رح ينجبروا يتعاطوا مع هيدي الكتلة النيابية الموجودة داخل المجلس غير ما كانوا عم يتعاطوا قبل بعدم وجود هيك. فخلينا نكون واضحين أكثر إنه اليوم الهدف الأساسي تبعنا، بعتقد إنه ما كتير في قدامه خيارات اللبناني اليوم إلا تغيير واقعه. إذا ما عمل هيدا الشيء بعتقد راح نكون نرجع مثل ما قلت، راح نرجع نعيش تحت منظومة متجددة من الموجودة حاليا. بس كبير الهدف الأساسي تبعنا إنه اليوم خلق مشهد موحد، واحد، خلق عملية منظمة ومكنة فعالة للانتخابات. مش أكثر فعالة. وخلق مكنة فعالة لهذه الانتخابات. وبعتقد إنه اليوم الواقع بشير أكثر إنه في عنا بحدود 50% اليوم من الجمهور اللبناني هو مع التغيير، وطبعاً بعد في 50% من الناس يلي هن مع المنظومة. كل ما نحن قدرنا حسنا هيدا الموضوع، كل ما قدرنا حسنا حضورنا داخل مجلس النيابي، وهيدا الشيء اللي عم نشتغل عليه اليوم. صح لي توني، أنا رح قبل ما أعطي الكلام لغير رح أسألك سؤال. كيف رحنا رح نضمن استقلالية هيدي الانتخابات اللي جاية؟ وهل رح نكون عم نطالب بمراقبة دولية لهيدي الانتخابات لنضمن أنها حتكون نزيهة؟ هلا كيف نضمن؟ بعتقد أنه صعب نعمل هيدا الشيء. نقدر يكون عنا نحن نقدر نضمن يلي رح نعمله. نحن عم نطالب بلجنة مستقلة لإدارة الانتخابات، لجنة مستقلة لما بتكون بإشراف وزير الداخلية أكيد. وعم طالب، بعتقد الكتلة الوطنية يمكن من القليل عم يطالبوا بمراقبة دولية فعالة. مش حيلا مراقبة دولية، بدها تكون في مراقبة دولية فعالة على بالأساس على المواضيع الأساسية اللي بتتعلق بإدارة الانتخابات، واحد. واثنين، نهار الانتخابات. قبل ما نوصل لنهار الانتخابات في عنا كتير اشياء بتقدر تستعملهم هيدي السلطة وتقدر تستفيد منهم للانتخابات، من موضوع السقف العالي للواحد. اثنين، مواضيع استعمال السلطة بكتير من المحلات والخدمات يلي بتعملهم لا تقدر تشد الناخب باتجاهها. ثلاثة، موضوع أساسي يلي هو نهار الانتخابات الأمور اللي كتير بتصير عادة من تغيير بالصناديق بظل عدم وجود مندوبين داخل الصناديق للمعارضين. كل هيدي الأشياء مفروض تكون عم تتراقب بشكل أساسي. فعملياً نحن طبعاً مصرين أن يكون في لجنة مستقلة تعمل إدارة للانتخابات النيابية، واثنين يكون في مراقبة فعالة من الخارج
لا هذه الانتخابات، لأننا معتبرين أنه بالنسبة لنا هذه الانتخابات هي انتخابات أساسية، هي معركة مصيرية لنا، أو هذا الموضوع لازم أنه نقدر ننجح أنه نتخطيها المرة، أو إذا ما صار هذا الشيء معناتها نحن رح نرجع نقع بالمشكلة زيتها اللي نحن عايشين. اللي شماس عنده سؤال تاني لألك، بيسألك على أي أساس رح يكون اختيار مرشحين المعارضة للانتخابات، وهل الكتلة الوطنية رح تكون موجودة بكل المناطق؟ هلأ على أي أساس في كريتيريا نحطه لاختيار المرشحين على مستوى كل المعارضة عملياً والكتلة الوطنية بشكل أساسي؟ الكتلة الوطنية عملياً رح تكون عم تتعاون مع كافة المعارضة ليكون في لوائح بكافة المناطق، رح تكون موجودة بكل المناطق. ما بعتقد إنه رح يكون في بس على القليل في 10 دوائر رح يكون في عنا حضور ترشيحاً فيها أكيد. طيب سؤال أنا رح أسألك، كيف هلأ رح تكون التحضيرات الحالية؟ وهلأ نحن خاصة ممكن يكون بيناتنا في منتشرين ببلاد الاغتراب، فكيف رح تكون التحضيرات خاصة مع المنتشرين، وكيف رح نضمن أنه ما يتكرر السيناريو اللي صار سنة 2018 بتزوير بالصناديق، ويكون صوت المنتشر عم بيوصل بكل نزاهة؟ هلا طبعا التحضيرات بلشت الى شهر تقريبا، طبعا حتى نحن مأخرين نسبيا، بس بلشت على مستوى المناطق الأساسية اللي نحن معتمدين انه تكون بالنسبة لنا اهداف كدوائر انتخابية، واحد واثنين على مستوى الانتشار. الهدف الأساسي طبعاً بالداخل هو توعية الناخب اللبناني أنه دوره كتير أساسي بهذه المرحلة، لأنه اليوم صوته اليوم رح كتير يأثر على مستقبله. يعني وجود صوته اليوم بالصندوق وحضوره ومشاركته بالانتخابات، كان انتخاباً أو مشاركة تنظيمياً، رح كتير يساعد على وضع مستقبله. وهذا الشيء بلش ينوجد بكل الأحياء وبكل الأقضية بكل الضياع، كل البلدات اللبنانية راح يكون في شغل على الناخبين باتجاه تنظيم شؤون الناخبين وإدخالهم بالعملية الانتخابية بشكل أو بآخر حسب وضعهم أو إمكانيات وقتهم اللي بيسمح لهم. هيدا الشيء طبعاً عم ينعمل كمان على خارج لبنان مع كافة المنتشرين حول العالم يلي عنا حضور فيهم بأوروبا، بأمريكا الشمالية، بأمريكا الجنوبية، بأفريقيا، بالشرق الأوسط، بأستراليا. عم بيكون في حملات، وقريبا رح تبلش حملة لا يسجلوا اللبنانية أسماءهم داخل لوائح الانتخابية، لأنه اليوم كمان وجود المنتشر يلي صار عنده دور كبير بظل حجمه الموجود خارج لبنان وعملية تأثيره بالعملية الانتخابية رح يساعد إذا هو شارك على طبعاً إنتاج حالة جديدة للبنان وسلطة جديدة عن السلطة القائمة. فنحن اليوم بعتقد مثل ما قلت هذه المرحلة كتير دقيقة، كتير حساسة، كتير مصيرية لكل الناس. بعتقد يلي هو منتشر بأي منطقة بالعالم بحاجة يرجع على لبنان، بحاجة يرجع يشوف أهله، بحاجة يرجع يعيش بلبنان ويكون ضمن هيدا بيئته ومجتمعه، وكمان اللبناني بحاجة يرجع يعيش كإنسان موجود عمليا، مش كحدا اليوم عم ينزل كل لحظة وكل دقيقة وكل يوم بأي مطرح عم يقدر بده يكون عنده أي شيء يعني. فمسؤوليتنا بالداخل كبيرة، ومسؤولية المنتشرين كمان كبيرة بهذا الموضوع. طبعا رح يشوفوا
انتباع عن كل الناس اللي هي مستعدة تكون عم تشارك ضمن الحملة الانتخابية، رح يكونوا على اطلاع، وطبعا رح يكونوا يعرفوا وين قدرين يكونوا موجودين يساعدوا، لأن احنا بحاجة لكل حدا من المساعدة وعد ومن الانتخابات والتصويت اثنين. إليو رح أرجع بالسؤال اللي طرحته عبر الشات، بس خليني اسمع جوزيف دكاش، تفضل. سيز توني وصوار، يعطيك العافية لهالمقابلة الحلوة. أنا ما تقول عم شور عليك، أولاً الجيل الجديد نحن ما بنعتبر يعني في إشي يعني منه عرفها، يعني ما بنقدر نقول عنه أو سمع أخبار. سألوا عن حزب الكتلة والكتيات. نحن أولاً حزب الكتلة الوطنية معروف عنه العميد الله يرحمه ريمون الدين، كان يعارض سياسياً لناس بتعرف كيف يعني ماشيها بالسياسة مش مضبوط، ولكن قدر ما بيكون في استحقاقات وطنية أو ضروري كان يتحالف مع الكل. نحن عملنا الحلف الثلاثي مع حزب الكتلة ونزلنا معه. العميد كارلوس إدي اترشح مع الكتائب بكسروان وجبال، وكان مرشح الكتائب سجعين أزي اللي هو هلأ دي قريب الحزب. يعني بقى هذا مش غريب على حزب الكتلة، وقت يكون في استحقاق مزبوط للوطن انها تتحالف مع اي حزب شرط. يعني نحن عندنا شروطنا، نحن ماشيين على مبادئنا، مبادئ حزب الكتلة الوطنية، مبادئ اللي كان مش فيها العميد ريمون. شغلتين عم نحكي عن المرشحين، نحكي عن المرشحين، عم نسمع انه في جيل جديد بده يترشح، نحن معه، وانت بتعرف وانا سبق وعملنا جلسات وبأيد هالشيء، ولكن نحن الشباب اللي عم نفكر فيها اللي هي نزلت مع بعضها ونزلت بالثوره ب 17 تشرين قصة صارت مريت لبنان وهجرت وفلت، انتم بتعرفوا، وهيدي اعمال السلطه اللي هي مبسوطه فيها انها تهجر هالجيل هذا. فنحن الجيل اللي بعده الاكثريه، طبعا مش بحكي عن حالي انا بس، انا بتعرف يعني طريقتي وطريقه تأييدي، بدنا ناس تنزل معروفه مع احترام لكل الناس، يعني مثلا اشخاص كانت مع اشخاص جديده. هلا حزب الكتائب نزل عنده جديد، يمكن نزل بكسبوزي، ولكن مهيئين من قبل معروفين ومستلمين مراكز كذا سنة، من 10 سنين و 15 سنة، يعني صارت معروفة بقلب الحزب مع احترامي للكل. وحنا كتير هلأ مش معروفين مع كل الحزبيين، بما أن خاصة المنطقة الجبال وحضرتك بتعرف في عنا معارضة كتير ومن داخل الحزب، يعني ما بقدر يسكتها إلا مرشح مثل العميد كارلوس، ما بقدر يسكتها بدل إن لا هذا وهذا كان وهذا قاله سابق وهذا وهذا وهذا. يعني نحن الاجتماع اللي صار بجبال بافتتاح مركز الحزب، حضور العميد كارلوس إدي سكر كثير منهم، وانتم بتعرفوا سكتوا كلهم، ما حدا قادر عادي يحكي كلمه، كانوا عم بيقولوا بيع الحزب وراي او طالع وتارك الحزب ومنه موجود هون ومنه مسافر، صح هالكلام؟ ما بعرف شو راح انا مضبوط او لا اللي حكيته. تفضل توني. ما سمعت شو السؤال اخر شيء، ما سمعتك مضبوط. عم بيقول انه تواجد العميد كارلوس قدام خلال اطلاق نشاط مجلس قضاء جبال كان هو تاكيد انه الكتله الوطنيه ما بعمرها باعت الحزب، وانه القايمين هلا على الكتله او اللي حاملين مبادئ العميد ريمون قدام هن ماشيين بنفس الطروحات وبنفس الخط، والكتله ما باعت الحزب. يعني كان عم بيأكد معك على هيدا الشيء. لا واضح، أكيد. أوكي، في عنا أسئلة بتشات. إليو سأل أي حزب بتعتبره الأكثر قرباً لتفكير ومواقف الكتلة الوطنية، وهل سنشهد وجوه شبابية جديدة رح تترشح بالانتخابات النيابية المقبلة؟ لا، أول شيء أو بأي أي حزب هو الأقرب للكتلة الوطنية شوي سؤال صعب، لأنه ما بعتقد في أحزاب إذا هن بيشبهوا كتير بعضهم بيكونوا حزب واحد. طبعاً في نقاط مشتركة تتعلق
السياسي والنظام اللبناني بعتقد والنظام الاقتصادي اللبناني موجودة عند قسم كبير من المجموعات أو الأحزاب التغييرية، وطبعاً في نقاط غير مشتركة موجودة عند الأحزاب. خلينا نقول إنه في مساحة مشتركة موجودة عند قسم كبير من المعارضين التغييريين، وهذا الشيء اللي عم بيساعد إنه ينبنى على أساسه تحالف واسع على الانتخابات. هنشوف وجوه على مستوى الكتلة قصده، ما هيك؟ على مستوى الشباب. أوكي، أكيد رح يكون في على مستوى الكتلة مرشحين جديد بالنسبة للمشهد اللبناني، وهني كمان رح يكونوا من فئة الشباب يلي هني الأقرب إنه يكونوا مرشحين باسم الكتلة الوطنية. بعتقد إنه اليوم مستقبلنا مش بس كحزب على مستوى الوطن بحاجة إشراك الشباب. إذا بتلاحظوا ويلي شوي أكبر بالعمر من الثلاثين دائلوا بيسمع ذات الأسماء بهذه المنظومة. نحن اليوم مش بس إنه زهقنا، بعتقد دفعنا ثمن غالي بظل وجود ذات الأشخاص. يعني عملياً نحن عم نعمل عم نغير طريقة مع ذات الأشخاص، عملياً عم بتكون المحاولة فاشلة، لأن بالأخير هؤلاء الأشخاص عم يرجعوا يوقعونا بذات الإشكاليات يلي عشناها من أول لحظة هني بلشوا فيها الحكم. المطلوب منا اليوم بعتقد حالة سياسية جديدة، واجهة سياسية جديدة، هيدا الشيء اللي الكتلة اليوم عم يشغل عليها وعم يشغل على أساسها. أوكي، سألنا سؤال من عمر صغيب بيسألك، هل رح يكون بالمرحلة المقبلة في إطلالات إعلامية لأشخاص غير اللي عم بيطلوا علينا حالياً على الإعلام؟ في قسم كتير كبير منهم مرفوض بصراحة، وهل رح ينطرح برامج انتخابية قابلة للتنفيذ وليست طروحات غير قابلة للتنفيذ؟ هلا او ما بعرف اذا عم يحكي عن الحضور عن الكتله او عم يحكي عن المعارضه كلها او كل الحاله التغييريه. عمليا مثل ما قلت عن الكتله، رح احكي عن الكتله انه رح يكون في وجوه جديده على كافه المستويات، وخاصه الموضوع اللي بتتعلق بشكل اساسي بالترشيحات الى الحاله النيابيه. فعلى مستوى المعارضه طبعا هلا في شغل ثاني عم ينشغل لنخلق بمطرح ما كمان حاله سياسيه متجدده بوجوه مقبوله من كافه الجمهور. السؤال الثاني شو هو؟ هل رح ينطرح برامج انتخابية قابلة للتنفيذ وليست طروحات غير قابلة؟ خليني يكون واضح انه بعتقد انه في كتير طرحوا قبل برامج انتخابية وبعتقد كانت قابلة للتنفيذ، بس كانوا هني مقررين ما ينفذوها او على القليل فاتوا بهيدا السيستم وما عاد قدروا ينفذوها. بالمبدأ هي الإرادة أكثر من شو المطروح على الورقة، فنحن رح ينطرح إشياء للحل ورح يكون في إرادة إنه ننفذ هذه الأمور. هذا المهم، إنه يكون في إرادة لتنفيذها. الشغل الأساسي رح ينعمل، لأن إحنا ما فينا بقى نرجع نعمل تجربة فاشلة. الوضع بعتقد الداخل اللبناني ما بيحمل تجربة تانية فاشلة. نحن بحاجة إنه يكون عنا إرادة تنفيذ الأشياء اللي بتنكتب. ما بدنا نخترع البارود، في كتير أشياء انكتبت بعتقد كتير منيحة لو تنفذت كنا نحن بغير مطرح اليوم. اليوم نحن حاطين أشياء أكيد معتبرينا جيدة، بس لها الأكثر أهم من هيدا أنه رح أروح ننفذ. سؤال من إلي شماس،
بيقول بكل الانتخابات السابقة نسبة يلي تغيبوا عن التصويت كانت أكتر بكتير من نسبة يلي صوتوا. شو برنامج الكتلة لحتى يجيبوا هالمقاطعين على صناديق الاقتراع؟ أول شيء بعتقد أنه عملياً وقت بيصير حجم المقاطعة عالي معناتها الناس رافضة المنظومة ومنه قناعة البديل. يلي عم نجرب نعمله اليوم خلق بديل جدي، خلق بديل فعلا رايح يعمل تغيير، وخلق بديل بالنسبة للجمهور هو في ثقة عالية فيه. إذا قدرنا عملنا هذا الشيء ممكن كثير أنه يكون حجم التصويت يكون عالي، لأنه عمليا يلي بيأثر على الناخب هو بشكل أساسي الصورة الأساسية اللي عم نظهرها خلال الانتخابات. اليوم يلي صار بال 2018 الناس اللي عملت تراجع وما عادت صوتت بال 2018 كان سبب رئيسي هو انه كانت رافضة المنظومة والبديل ما قنعها، ما كان معتبرينه بديل جدي بيقدر يكون عن السلطة الموجودة. فمن هيك الناس اليوم بال 2018 ما راح تصوب الانتخابات وصار في تراجع بنسبة النخبة. اليوم يلي عم يجرب نخلق بديل جدي نقدر نخلق ثقة مع الناس، هيدي الثقة من هالانتخابات لازم تكون كبيرة تا الناس تقتنع تروح تنتخب بالاتجاه الصحيح. اوكي توني عندي سؤال لك. يحكى او في خوف من انه يصير في تأجيل للانتخابات النيابية، خاصة انه المعارضة صارت بتشكل خطر نوعا ما على أركان السلطة، فكيف رح تتعاطوا مع او تتعاطى الكتلة الوطنية مع موضوع التأجيل اذا صار؟ واضح انه اليوم المنظومه او احزاب المنظومه ما كثير محمسين للانتخاب، خلينا نكون واضحين يعني، وكلهم يعني كل واحد من حساباته ومن منظاره هيدي الانتخابات راح تاثر عليه بطريقه او باخرى، وممكن يكونوا يعني يروحوا باتجاه عمليه تاجيل الانتخابات. هيدا الشيء قدام امرين، عملية تأجيل الانتخابات يعني استمرار انهيار الوضع يلي نحن فيه، واثنين خربطة الواقع السياسي اللي هو اليوم بعد تشكيل هاي الحكومة عم بيحاولوا انه يجمدوا الوضع السياسي كمان يوقفوا الانهيار الموجود. يعني في حال رجعت خربط الوضع السياسي والوضع الاقتصادي استمرار الانهيار معناتها ممكن نؤدي الى الفوضى المجتمعيه اللي تصير بلبنان. هيدا الشيء بعتقد كمان نقطه من النقاط يلي ممكن تسبب خطر على الواقع وتخليهم انه يضطروا يعملوا. هلا كيف نحن راح نواجه هيدا الشيء؟ راح نواجه هيدا الشيء اكيد بتضامن داخلي كبير عن طريق شغل رح ينعمل لتنظيم حملات أساسية داخل كل المناطق مع كافة المجموعات للضغط باتجاه يكون في انتخابات واحد، والتوجه للمجتمع الدولي والضغط عليه باتجاه يضغط على السلطة الموجودة لإجراء الانتخابات. هلا الواضح أنه في ضغط خارجي باتجاه إجراء الانتخابات بموعدها. هيدا الضغط طبعاً موجود وعم بيزيد، بس الموجودين بلبنان موجودين بالسلطة رح يرضخوا لهيدا الضغط؟ هيدا السؤال
بده يجاوب عليه خلال الفترة المقبلة. اليوم ما عندنا جواب. انتم بتعرفوا انه رغم الضغط الكبير يلي انعمل لتشكيل حكومة بقي 13 شهر حكومة ما تشكلت، معناتها قادرين بمطرح ما يقدروا ما يتأثروا بالضغط، كونوا منهم مؤثرين بالضغط. هلا اذا الضغط كان بيتعلق مباشرة بالأحزاب او زعم الأحزاب عن طريق حجز أموالهم أو غيره بأوروبا بشكل أساسي وباقي البلدان مطرح ما حاطينهم، بعتقد أنه هذا الشيء رح يأثر إيجاباً على التراجع وإجراء الانتخابات. طبعاً الموضوع رح يكون مراقب بشكل كبير كان محلياً وكان دولياً لمتابعة موضوع إجراء الانتخابات بوقت. في عندي سؤال من إلي الحجة بيسألك شو موقف الحزب من الناس يلي تهجمت على الكتلة الوطنية وصفته بأسوأ العبارات على مواقع التواصل، هل ممكن نشوف حدا منهم بالانتخابات أو تتوقعوا أنه تساعدون لتغيير وجهة نظرهم؟ يعني قصده يشوف حدا بالانتخابات مع الكتلة منهم او ما بعتقد انه هيدا الشيء انه بيكون كثير وارد، خاصة بموضوع الانتخابات. نحن بعتقد الكتلة الوطنية المواقف واضحة كثير بشكل اساسي، ما بنعمل اعتداء على اي مجموعه اللي كان. نحن عم نحكي بشكل اساسي بالملفات يلي موجوده على داخل على المساحه اللبنانيه او ضمن الوضع اللبناني، بنحكي عن لفات معينه، ما بنحكي بالمباشر بهدف ايذاء او تعرض لاي شخص. هلا تعرض للكتله واضح انه لانه صار الصوت الكتله صار مزعج، عم بيكون مزعج لا لقسم كبير من الأشخاص يلي هني أو المجموعات أو الأحزاب يلي عم يعتبروا يلي عم تقولوا الكتلة أصبح صار مزعج لألون. طبعاً رح نستمر بهذا الشيء، تعاطي معهم خطابنا رح يكفي بذات الشيء بهدف إقناعهم بالإشياء الأساسية اللي بتتعلق اللي نحن شايفينها هي لصالح الوضع العام بشكل أساسي. طب توني روني محرقص بده يعرف انت مرشح بقضاء جبال؟ لا ماني مرشح. اوكي عندنا سؤال من دانيال فهد، تفضل. توني بليز انت كل وقت عم تحكي انه اهم شيء نكون موحدين. هلا خلينا نحكي صدقيا، احنا بايلول اخر ايلول تقريبا والمفروض كلهم بيقولوا انه 22 اول ديسمبر يكون انه على ليلي بين شيء انه المعارضه حتكون واحده برايك انه لهالوقت، او لانه ما مبين شيء ابدا، ما بنعرف شيء، يعني عن جد ما حدا بيعرف شيء. انت هلا كنت عم بتقول انه عم بينشغل صرنا سنه عم بنسمع انه عم بينشغل، وانت صح معك حق 100% بده وقت وكثير صعب، بس انت برايك حيقدروا يتوحدوا ولا؟ انا برايي ما عندهم خيارات، ما في خيار إلا إنه يكونوا موحدين، وبرأيي في مساحة كبيرة مشتركة قادرة تجمعهم، وهذا الشيء اللي عم ينشغل عليه. تحالف هالقد مستوى بعد 40 سنة كان ممنوع يكون في معارضة بلبنان، عملية جمعة برأيي إنه إذا أخذت شوية وقت يعني نسمح لحالنا نقول إنه مقبول الشغل، وبرأيي رح يكون في تحالف وتحالف كبير وواسع. ناتاليا عم تسأل ترجع عن القانون الانتخابي الأفضل، ما بعرف إذا كنت متابعتنا من الأول بس حضرتك حكيت إذا في قانون بديل ولا شو القانون الأفضل، إذا بنرجع بس باختصار نرجع نعيد. بالنسبة للقانون الأفضل هلأ نحن طرحين الدائرة الصغرى لنعمل تمثيل، يعني one man one vote، يعني شخص لمرشح واحد عمليا، كل ناخب إذا بدوائر صغرى
نحن شايفينه ككتلة وطنية هو الأفضل حالياً لتمثيل صحيح. هيدا الشيء اليوم بس نحن صراحة ما كتير عم نصر على تغيير القانون الانتخابي لسبب أساسي لعدم أخذه حجة لاستعماله لتأجيل الانتخابات، لأن أنتم تعرفوا ضل القانون الحالي قعدوا فيه تقريباً بحدود الأربع سنين تقدروا بلشوا في بال 2013 بال 2014 لل 2018 تقريباً تخلصوا من هذا القانون الانتخابي. فمن هيك نحن ما كثير عم نصر على تغيير رغم الشوائب الكبيرة الموجودة بالقانون، ما عم نصر على تغيير هذا القانون لأنه تم يصير في انتخابات تأجيل للانتخابات. إليو عنده سؤالين بيسألك، برأيك صار في تأخير ببدء تحضيرات الكتلة للانتخابات النيابية، وهل رح تتكثف الاجتماعات لأجل تحضير للانتخابات بالأيام المقبلة؟ فيك تجاوب على سؤال لك تاني. خلينا نكون واضحين، إيه صار في تأخير بالتحضيرات بصراحة، كان فينا نكون بلشين قبل. الوضع شوي مؤثر علينا سلبا، يعني الوضع يلي نحن عايشينه أكثر الموجات عم تقدفنا عم تاخذنا على مواضيع تانية عم تاخذنا اهتمامنا أكثر. اليوم طبعا أخذنا ركزنا على موضوع الانتخابات بهدف إنه نقدر ننجز هيدا الشغل بالوقت اللي لازم نخلصه. السؤال الثاني بس فيرونيك، السؤال الثاني بيقول لك المنظومة الفاسدة عم بتحاول قمع أصوات المغتربين الأحرار بتخصيص 6 مقاعد بدلا من 128، شو موقف الكتلة من هيدا الموضوع؟ لا هيدا داخل ضمن النظام الانتخابي الموجود طبعا. نحن مثل ما قلنا من الشوائب الموجودة داخل هذا القانون هو هيدا الشيء، يعني إشراك المنتشرين جيد بس تحديد عدد المقاعد للانتشار وتعديدهم طائفيا وعلى القارات هذا الشيء سلبي. برجع أقول إنه نحن إذا بده يصير في تعديلات على القانون نحن من الأشياء اللي بنطالب تعديلها هو هيدا الموضوع. بس تعرفوا اليوم عم نجرب إنه ما كتير نطلب قصص تماشي يستعملون لا تأخير الانتخابات، عم نجرب إنه نمشي بالنظام رغم السيئات وعم نجرب إنه نمشي بهيدا القانون الانتخابي. أوكي رامي عندك سؤال تفضل. شكرا. بس أنا بدي استوضح شوي شو المتوقع من المنتشرين، يعني أو شو بتتصوروا الأيديال سيناريو المنتشرين فيهم يعملوه، طبعا بغض النظر عن الانتخابات يعني عن تصويت يوم الانتخابات، وهل عندكم شيء بلان حتى يربطنا هالمنتشرين مع بعض من بعض حتى نكون جسم أوموجين جاهز للانتخابات وين ما كنا بريت لبنان؟ شكرا. ما بعرف إذا وصلت فكرتي ولا بعد فهمت رامي رح جاوب إذا في شيء مش مجاوب عليه. اللي بالنسبة للمنتشرين أول شغلة شو بيقدروا يعملوا، بعتقد إنه قادرين يعملوا كتير إشياء. هلا كان عطول المنتشر يعتبروه هو مساعد أساسي مالياً للداخل اللبناني. اليوم نحن أكثر بدنا منه صوته، بدنا منه حركته، بدنا منه تواصله مع الآخرين وخلق شبكة لإقناع كافة اللبنانيين اللي هن خارج لبنان بالانتخابات وضرورة التصويت. بيبلش الموضوع من هون، إمكانية إنه نحن نخلق هيدا الجو داخل اللبنانيين المنتشرين، هيدي ضرورة وهون مسؤولية المنتشرين، لأنه أكيد الواقع بيقول إنه كل الإحصاءات بتشير إنه حجم
المعترضين أو التغييريين داخل عند المنتشرين عالي، بس المشكلة الأساسية إنه هؤلاء الأشخاص إني أشخاص ما كتير بيعملوا حركة مع المنتشرين، من هيك بصير الأحزاب عندهم هيمنة كبيرة داخل هذه المجموعات المنتشرة داخل على العالم. هلأ رح نخلق أكيد عم نشتغل، بس رح تكون مش على كافة القارات، رح نكون كل قارة تقريباً عم نخلق شبكة تواصل منظمة بين بعضهم. الهدف منا أنه نقدر نجمع كل الناس يقدر يوصل المساج والخطاب الأساسي اللي رح نعتمده يوصل لكل العالم، واثنين عملية تنظيمهم كيف بده يكونوا منظمين للحضور للانتخابات والمشاركة بالانتخابات. هيدا الشيء قريبا رح نبلش تشوفوه على مستوى الانتشار، ورح نجرب نخلق شيء يقدر يربط بين كل المنتشرين بالعالم لنقدر نعمل عمليا حالة منظمة تغييرية باتجاه الانتخاب. توني آخر سؤال أنا عندي لك، كيف بدنا نحارب الميل الانتخابي، خاصة نحن بنعرف إنه اللي كانوا يدفعوا ملايين بالسنين اللي سابقة هلأ صار على سعر الصرف $100 تغني وبتشتري أصوات، فكيف بدنا نحارب هيدا الميل الانتخابي؟ هيدا الشعار خود منه وصوت ضده، هي واحدة من الشعارات لازم نستعملها. واحد. اثنين، بعتقد انه مفروض انه النائب اللبناني او الجمهور اللبناني يكون اوعى هيدي المرة. بعتقد يلي كان عم ياخده خلال السنوات الماضية وقت الانتخابات $200 او $500 او اي شيء تاني او اي خدمة او تسفيد طريق، بعتقد وصلتنا للي نحن وصلنا له. خسرنا مسيئتنا بالبنك، خسرنا عملنا قيمة شرائية لعملتنا تراجعت كثير، الوضع الصحي، الوضع كل الأوضاع المعيشي اليومي، كل يوم عندنا أزمة أكبر من أزمة. بعتقد هيدا الشيء الأخطاء اللي كنا عملناها على مستوى تصويتنا بعتقد وصلتنا لهون. برأيي في وعي لازم يصير عند اللبنانية ولازم نشتغل عليه، انه واحد. اثنين، بدنا شوي نشتغل على قصة مراقبة السقف الانتخابي مع اذا بدكم مراقبة خارجية تكون فعالة لنخفف هذا الموضوع، يكون في محدودية الموضوع، لانه اليوم بحجم يلي محطوط ضمن السقف الانتخاب القانوني ما بقى يكفي اليوم لحملة طبيعية. فأي زيادة لهذا الشيء من خارج إطار هذا السقف يلي القانون سمح فيه معناتها بتكون صار يستعمل رشوة انتخابية أكثر ما هو يستعمل لاستعماله للتنظيم أو للعملية الانتخابية. فراح نجرب كمان غير انه نعمل توعية للناس وعن خطورة هذا الموضوع وشو وصلنا، راح نجرب يكون في مراقبة خارجية جيدة وفعالة لموضوع السقف المالي الانتخابي. ليش ما عم نسألك معقولة تطلع مع التيار الوطني الحر بالتحالفات؟ ليش لا؟ معقول شو؟ نتلاقى مع التيار الوطني الحر بالتحالفات؟ بعتقد انه رح يكون في نحن معتبرين انه المنظومة هي من 6 رؤوس من بيناتهم التيار الوطني الحر، وبعتقد عنده مسؤولية. هلأ لو معي كالكاتريس كنت بحسبها مثل نيكولاس صحناوي بس ما معي، بس فعلا مسؤولية بالوضع اللبناني مثل باقي الخمسة الباقيين بقلب المنظومة. هلأ قدي مسؤوليته يعني ما في يحدد قدي اليوم مسؤوليته، بس أكيد عليه مسؤولية. من هيك مفروض تكون معركة مش معه، مش تتلاقى معه، تكون ضده.
ناتالي حرب، رجعت سألت نفس السؤال اللي سأله إيليو، كان سبق وجاوب عليه توني بخصوص حصر المقاعد الاغتراب بستة بدل 128. رح أسأل سؤال كنت محضرته للآخر، هو سؤال ألان. ألان بيسألك، بعتذر، أوكي، كم يبلغ عدد المنتسبين للكتلة الوطنية بالاغتراب وبلبنان؟ بعتقد رح قريبا رح ننشر الأرقام يلي بتتعلق بالمنتسبين إلى الكتلة الوطنية. نحن اليوم بعد ما بلشنا حملة الانتسابات رسميا وعمليا داخل الكتلة، بعتقد هيدا في وقت لأنه أكيد بنرجع نعلنه بوقته. أوكي، في حدا بعد عنده أي سؤال؟ أنا بدي أتشكر أول شيء حضوركم هيدي الجلسة، كانت ممتعة مفيدة وحلوة، وأسئلتكم كانت بمحلها. أي حدا بيحب يتواصل معنا في يتواصل معنا على إيميل ريما ريم الدقيقة اللي رح تكون رح تبعث لنا إياه هلأ بالتشات. و أوكي، في هلا في تعليقات يمكن جانبيه صايره. anyway thank you كلكم، يعطيك العافيه توني، ميرسي، و thank you ريم، وبنشوفكم بالجلسه المقبله ان شاء الله. شكرا.